أناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لحضور حفل تخرج الفوج 26 من طلبة وطالبات مدرسة ابن خلدون الوطنية. كما حضر الحفل سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى وعدد من أفراد العائلة المالكة الكريمة. ونقل سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة تهاني وتبريكات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر إلى الطلبة الخريجين وتمنيات سموه لهم بدوام التوفيق والنجاح. وأكد سموه اهتمام مملكة البحرين بالتعليم كمحور أساسي في تحقيق نهضتها الحضارية والتنموية، مشيدا بإسهامات مدرسة ابن خلدون الوطنية منذ تأسيسها في الارتقاء بمخرجات التعليم وإعداد أجيال متميزة من الخريجين المؤهلين علميا وتربويا على أعلى المستويات. وهنأ سموه الخريجين مشيدا بما حققوه من نتائج باهرة، ومتمنيا سموه لهم مزيدا من النجاح والتوفيق في بلوغ أعلى المراتب العلمية وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية في خدمة وطنهم والمساهمة في مسيرة النهضة والتطور الذي تشهدها المملكة. بسم الله الرحمن الرحيم. سمو الشيخ عبد الله بن حمد بن عيسى الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك. سمو الشيخ علي بن خليفة بن سلمان الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ممثل راعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء. أصحاب السمو والمعالي والسعادة أولياء الأمور الضيوف الكرام أخوتي وأخواني الخريجين تحية طيبة وبعد. أنا أعرف الطلبة ملوا من حصص القراءة، ما راح أقرأ لكم هالكلمة هذه، راح أرسل لكم إياها واحد واحد إن شاء الله على إيميلاتكم تقدرون تقرونها إن شاء الله في المستقبل، ولكن أنا اليوم أبغي أوصل إلى قلوب الأهالي وإلى قلوب الخريجين، أبغي أوصل لكم بعض العبر وبعض الدروس وبعض النصائح. كانت يا ليت هذه المنصة تكون مشاهدتكم وليس مشاهدة الحضور، ولكن لمشاهدة الحضور عندي كلمة واحدة لكم فقط. أود أن أشكر الأهالي أولاً على تحملهم هذه الصعاب وعلى جعل أبنائهم وبناتهم يعبرون خط النهاية، وأنا أعرف أنكم كلكم فخر واعتزاز بأبنائكم وأتمنى لهم إن شاء الله التوفيق وتفرحون بهم وتبلغون بهم إن شاء الله. وأود أيضاً أن أشكر المدرسين الذين كانوا قد يكونوا رسولاً، وأشكر المسؤولين لهذه المدرسة، وبعد ما أنسى أبغي أشكر تلفوناتهم ووسائل الاجتماعية اللي طوفت عليهم وقت الحصص المملة، لأن على وقتنا نوكيا عندنا وفي بعضنا ما كان عندهم شيء قبل، فكان الله يعيننا يعني. على العموم أنا ذكرت في البداية أن أنتم عبرتوا خط النهاية، هذه للأهالي، أما لكم أنتم يا أيها الطلبة
فأنتوا عبرتوا خط البداية، ما عبرتوا خط النهاية. اليوم أنتوا في مسيرتكم. أنا أذكر كنت في مقاعدكم قبل 12 سنة، وأذكر كأنها أمس، ولكن لله الحمد قدرنا نتعقب طموحاتنا ونصل إلى طموحاتنا ونتخطى الصعاب. فأريد أن أعبر لكم ما في الخاطر وواقع هذه الدنيا، لأن اليوم احنا نبغيكم تطمحون للأفضل، نبغيكم توصلون إلى أحلامكم، نبغيكم توصلون إلى طموحاتكم. وأنا عارف اليوم ولله الحمد هذه المدرسة ما تخرج إلا ناس أبطال لهذه البلد، منها ناس انفعت هذه البلد، خدمت هذا المجتمع، وليس مجتمعنا المحلي بل إقليمي والدولي. فيا جماعة، يا خريجين، احنا نرجو منكم أنكم تطلبون المزيد من العلم، والحلم أيضاً أن يكون عندكم مليء بالطموحات، وأنا متأكد أنكم راح توصلون، لكن الطريق مو هو بسهل، الطريق راح يكون صعب أمامكم، وهناك تحديات كثيرة أمامكم، وراح توصلون إلى مراحل اليأس، وراح توصلون إلى مراحل الوقوف، وراح توصلون إلى أبواب مغلقة، لأن هذا هو الواقع، وكلنا نعرف وكلنا ندرك من الحضور أن هذا هو الواقع. ولكن الوصول إلى الهدف يحتاج إلى جهد عالي منكم، وطرق أخرى وخيارات أخرى، حتى أن تصلون إلى طموحاتكم وإلى إن شاء الله مناصبكم اللي أنتم تطمحون لها. أنا كلمتي قصيرة، لأن أعرف الجمهور ما يصبر أن يسكت هالكثر، فبيعطيهم فرصة عقب أن يعبرون عن فرحتهم. لكن عندي أنا ثلاث نقاط مهمة. النقطة الأولى، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم أينما كان، سواء كان في البحرين أو في الخارج. أبغيكم تختلطون بالناس، أبغيكم تزيدون معارفكم بالناس، أبغيكم تنخرطون في هذه العولمة، أبغيكم تطورون من ذاتكم. لكن لا تنسون عنصر مهم، مردكم لهذا البلد، ترجعون لهذا البلد، وهذا البلد محتاج شباب وطاقات وخبرات مثلكم أنتم. نحن محتاجينكم أنتم، البحرين محتاجت لكم أنتم، محتاجة إلى خبراتكم، إلى معرفتكم، وإلى طاقتكم. بكم أنتم إن شاء الله نوصل، بهالبنات وهالشباب اللي أمامنا نوصل، ومثلكم وغيركم تخرجوا ولله الحمد مشرفين مملكة البحرين. فقد ما طلبتوا وقد ما شفتوا وقد ما أغرتكم الفرص، إلا أن هذا البلد هو مسقط رأسكم، وهذا هو المصب الرئيسي، وهذا هو مرجعكم. فنحن نحتاجكم، لكن في هالفترة هذه أروحوا واستفيدوا خبرة، وتعالوا لنا 10 وإلى 100 مرة أفضل ما أنتم عليه اليوم. النقطة الثانية، وصيتي بسيطة، وأنتم تعرفون أن أنا ما عندي المستحيل، وتعرفون أن أنا أحب التحديات، وأنتم تعرفون أن أحب كلمة المستحيل أن يتخطاها، لكنها ما تجي بسهولة، تحتاج إلى تعب كبير، تحتاج إلى مثابرة، تحتاج إلى عرق جبين، وتحتاج إلى تضحية، لكنها تحتاج إلى شيء واحد، الناس تخاف منه، الناس تتردد منه، الأخطاء. ولا تخافون من أخطائكم، راح تخطون، لكن هذا ما راح يعني نهاية مسيرتكم. الخطأ يمكن يعني إلى سر النجاح عندكم، فأنتوا راح تتعلمون، أنتوا بتكونون في مكان، مجتمع أو عمل أو مؤسسة أو شركة أو إلى آخره، راح تخطئون، لأنكم أولاً حديثين، سنكم صغير، توكم تتعلمون، وما عندكم الخبرة الكافية. لكن إن خطأتوا مرة فهذا هو الدرس لكم، إن أنتوا إن شاء الله تتطورون وتوصلون إلى أفضل المناصب إن شاء الله، وتحققون كل ما تريدون من إنجازات وطموحات. فلا تخافون من أنكم أنتوا تخطون، تجرأوا، عبروا عن رأيكم، عبروا عن أفكاركم، وبادروا بمهماتكم، وبادروا بأفكاركم. بيكون عندنا مخترعين، بيكون عندنا ناس مبادرين، وبيكون عندنا ناس إن شاء الله منجزين. وهذه الجرأة اللي احنا نحتاجها في المواطن البحريني والبحرينية. آخر نقطة أريد أذكرها وأريد أنوه عليها،
هي مهمة جدا. النقطة الأخيرة، أبغيكم تبذلون قصاري جهدكم، فعلا أبيكم تبذلون قصاري جهدكم أن تصبحون شيئين، يا قائد يا صاحب ريادة، رائد عمل يا إقليمي أو دولي. أنا أريد منكم اليوم هذا الشيئين، اسعوا لهذا الشيئين، تكون عندك ريادة عمل أو تكون عندك أنت القيادة، تكون قائد القطاع المسؤول عنه أنت. وأنا دائما أردد هذه الشغلة، كيف أنك أنت راح تصير قائد في هذه الفترة القصيرة؟ كيف تصير قائد وكيف تصير مسؤول؟ ما تجي بالحظ، ما تجي بال يعني بأمور أخرى. اليوم أصبح عالمنا عالم محترف، يريد ناس فعلا عارفين وقد المسؤولية. تصبح قائد إذا كنت شخص صاحب مسؤولية عالية، مهما كانت شغلتك ومهما كانت وظيفتك، كون قد المسؤولية، كون قدها، وإن شاء الله اللي مسؤول اللي فوقك راح يعينك مكانه، لأنه يعرف أن أنت شخص صاحب مسؤولية عالية. وإذا أنت أصبحت هذا القائد، راح إن شاء الله تعدل وتضبط وتأهل الصفوف الأخرى. إحنا اليوم يا شباب الصفوف الثانية والثالثة والرابعة والخامسة لقيادة هذا البلد، لازم نهيئ صفوفنا، لازم نهيئ أبنائنا، لازم إن شاء الله نهيئ أبنائكم وبناتكم في المستقبل إلى أن يقودون هذا البلد. لا تنسون أن إحنا شباب، والشباب إيش معناته؟ شيء بسيط يمكن ما حد يفسر هذا الشيء. الشباب بكل بساطة إحنا الأمانة وحلقة الوصل ما بين الخبرات السابقة، أن إحنا نمسك هذه الأمانة ونعطيها الأجيال القادمة، ونفس الشيء تدور هذه الدنيا. فأتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، وألف ألف مبروك على التخرج، وإن شاء الله أن نشوفكم من أفضل لأفضل، ومن تقدم وإلى ازدهار إن شاء الله. واسمحوا لي إذا طلت عليكم، ولكن بحضور هؤلاء الناس وهؤلاء الأهالي الفرحانين بكم، لابد أن احنا إن شاء الله نفرحهم بالبداية. أنتوا الحين إذا قمتوا من هذه الكراسي معناته طفتوا خط البداية، مو بخط النهاية. أنتوا توكم في أول خطوة، والخطوة من ألف ميل تبدأ بخطوة واحدة. فالله يوفقكم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم ألقى الدكتور كمال عبد النور رئيس مدرسة ابن خلدون الوطنية كلمة ترحيبية تقدم فيها بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن القائمين على المدرسة، بخالص الشكر وعظيم الامتنان لصاحب سمو الملكي رئيس الوزراء على تفضل سموه برعاية الحفل. كما توجه بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على حضوره نيابة عن سمو راعي الحفل. ثم ألقى السيد عادل عبد الله فخرو رئيس مجلس أمناء المدرسة كلمة رفع فيها إلى مقام سمو رئيس الوزراء أسمى آيات الشكر والتقدير على الرعاية الخاصة التي يوليها سموه لهذه المؤسسة التربوية الوطنية منذ تأسيسها، وعلى رعاية سموه الكريمة لحفل التخرج. كما تقدم بخالص آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على مساندته المستمرة ودعمه الدائم للمدرسة. وأكد أن المدرسة حققت خلال العام الدراسي الحالي إنجازات عديدة يعتز ويفتخر بها مجلس الأمناء، لافتا إلى أن الخريجين هذا اليوم سينضمون إلى صفوف خريجي المدرسة الذين يفوق عددهم 1800 خريجا. بعدها ألقى الطالب فهد محمد الخاجة كلمة الخريجين توجه فيها بالشكر إلى سمو رئيس الوزراء على رعاية سموه الكريمة للحفل، مؤكدا أن مدرسة ابن خلدون الوطنية تعتبر صرحا تعليميا عظيما خرج أجيالا وراء أجيال. ثم ألقت الطالبة لولو محمد الخليفة كلمة أخرى للخريجين توجهت فيها بالشكر إلى سمو رئيس الوزراء على رعايته للحفل، وإلى سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة على تشريفه لهم بالحضور.
بعدها قام الدكتور كمال عبد النور رئيس مدرسة ابن خلدون الوطنية والسيد شوقي بركة مدير المدرسة الثانوية بتوزيع الشهادات على الخريجين الذين حققوا شروط النجاح واستحقوا بذلك دبلوم المدرسة، وكذلك الطلبة الذين أكملوا 12 عاما دراسيا واستحقوا شهادة المغادرة.